مولانا الامام تسال استاذ سمر، شافت فضيلتك مع اخواننا الشباب الرائعين في رب لترضى، برنامج رب لترضى، فبتقول لهم بعد الذكر بنص ساعه اشربوا ميه، فهي حبت تعمل كده فنست، فصحت من النوم بعد فوات فتره من الذكر وشربت ونامت، فرات رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لها فيك صلاح، فما تفسير ذلك؟ خير خير ان شاء الله، وهي تقبل البشرة. يكون بقى مش حاسة انها فيها صلاح، وانه ازاي يبقى النبي قال لها فيك صلاح وانا ما عندي صلاح، ابدا، دي اسمها بشرة. سيدنا رسول الله جاي يبشرها لشدة التزامها بهذا الامر. وبعدين قضية الشرب، شرب المية هكذا كان يفهم السلف أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما كان يقول لخلوف فم الصائم خير عند الله من ريح المسك، أو أطيب عند الله من ريح المسك، ففهم الإمام الشافعي منها أن الإنسان بعد صلاة الظهر، وهو الوقت الذي يظهر فيه خلوف الفم، يحافظ عليه لأنه أطيب عند الله من ريح المسك. وهذا لا يعني ان اللي بيغسل سنانه بعد الظهر حرام او كذا الى اخره، لا، انما في فضل كانوا يلتمسونه. كانوا يلتمسون الفضل بهذه الهيئه، بهذه الهيئه. أيوة. فكانوا يفهمون النصوص على هذا المعنى. مثلها بالضبط مساله لا يزال لسانك رطبا بذكر الله. لما تشتغل بالذكر تلاقي لسانك نشف. صحيح. الله، طب انت دلوقتي لسانك بقى ناشف، بس سيدنا سماه رطوبة. يبقى اذا الرطوبة ايه؟ روحانية، ربانية، دينية، كده حاجة فيها تجليات. ده الحقيقة، دي في الحقيقة بقى. اما الجسد الفيزيكالي يعني ناشف بتاع. فالواحد ساعتها يحب ان هو يشرب بقه مية علشان يودي الجفاف ده. فبيقول له لا، هو في الظاهر جفاف، قطعا جفاف، اهو محتاج الخلايا دي محتاجه ميه. قالوا طب ما تصبر عليها شويه كده قد تلت ساعه، هتلاقي اثار وحراره الذكر انقدحت في قلبك. الله، اختمرت. اختمرت. فقالوا لنا كده جايبينها منين يا اولاد؟ قال لا يزال لسانك رطبا، وهو مش رطب، أطيب عند الله من ريح المسك، وهو ريحته ما هياش حلوة يعني، وما هياش مسك. قال طيب، يبقى الحقائق عند الله، الله، تختلف عن الواقع الظاهري الذي كلنا ندركه ونقره، ولكن مع ذلك إلا أن له معاني علوية سماوية. طب الله، ده كلام درويش كبير قوي، الكلام حلو ده. قال لك طيب، يبقى استنى بعد الذكر تلت ساعة تلاقي روحك انقدح معنى الذكر وانقدحت حرارة الذكر. وبعدين بقينا نسأل، هو الذكر له حرارة وله انقداح وله طعم، وله طعم حلاوة وله مذاق. وبعدين جربنا ننطاوع، كنا نطاوع زمان كده، فطوعنا فلقينا انه كده. فهو لما هي قعدت نص ساعة وبعدين نسيت وبعدين راحت نامت، هي دي ده تركته ينقضح جامد قوي، اختمر قوي، العجين اختمر قوي، العجين اختمر تمام. فراحت شافت رسول الله وبيقول لها على فكرة انت فيكي صلاح، يعني النبي مبسوط صلى الله عليه وسلم. فهي يعني زي ايه يعني، استقلت نفسها ان سيدنا يجي في المنام ويقول لها كده. لا، ما تستقليش نفسك ولا حاجة، ودي بشرة تدفعك إلى مزيد من الذكر، تدفعك إلى مزيد من الهدوء النفسي، من الالتزام، من كذا إلى آخره. ولا تلتفتي، لأن ملتفتا لا يصل. يعني إيه لا تلتفتي؟ يعني ما تغطريش بقى أن النبي جه وقال لك أنت فيك الصلاح. طب ليه إحنا مش بنقول ونركز على دي معاكي قوي؟ لأنك أنت فعلا بتعملي كده مع نفسك وبتقول لا أبدا، ده أنا ما فيها الصلاح ولا حاجة. ايوه، احنا عايزينك تقولي ما فيكيش صلاح ولا حاجه، بس هي في النهايه بشره، وبشره طيبه، وتتقبل وتبقى حاجه حلوه. يعني خليكي في اللي انت فيه. في اللي انت فيه. أيوة. حلوه قوي كده.